السلام عليكم، أهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطة. النهاردة معنا درس جديد من دروس النحو بعنوان الاستثناء. والاستثناء هو إخراج الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء اللي هو المستثنى من أن ينطبق عليه حكم ما قبلها اللي هو المستثنى منه. مكونات وإعراب الأسلوب المستثنى. أسلوب الاستثناء يتكون أسلوب الاستثناء من مستثنى منه زائد أداة الاستثناء زائد المستثنى. ألف المستثنى منه، وهو ركن ثانوي أي قد يكون مذكورا أو غير مذكور، وهو يكون غالبا من لفظ حروف أو معنى المستثنى الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء، ويعرب حسب موقعه إذا ذكر في الكلام. أداة الاستثناء وهي ركن أساسي أي لابد من وجودها، وقد تكون حرفا مثل إلا، وتعرب حرف مبني لا محل له من الأعراب، اسما مثل غير وسوى، وتعرب حسب نوع الكلام، وفعلا مثل ما عدا وما خلا، وتعرب فعل ماضي مبني على الفتح والفعل ضمير مستتر، حرفا للجر أو فعلا ماضيا مثل عدا وخلا وحاشا، وتعرب حرف جر مبني لا محل له من الأعراب أو فعلا ماضيا مبني على الفتح. المستثنى هو ركن أساسي، وهو الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء، ويخالف ما قبله في الحكم، ويعرب بعد إلا حسب نوع الكلام، بعد غير وسوى مضافا إليه مجرور، بعد ما عدا وما خلا مفعولا به منصوب، بعد عدا وخلا وحاشا اسم مجرور باعتبار الأداة حرف جر، أو مفعولا به باعتبار الأداة فعلا ماضيا. أمثلة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة. نجح الطلاب ما عدا المهملين، المهملين مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. أحب المثقفين خلا المتكبر اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة أو مفعولا به منصوب. أثمرت الأشجار حاشا البرتقال اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة أو مفعولا به منصوب. أنواع الكلام في أسلوب الاستثناء: كلام تام مثبت هو ما ذكر فيه المستثنى منه وخلا الكلام من أدوات النفي مثل حضر الطلاب إلا طالبين، طالبين المستثنى منه هو الطلاب، مررت بالأصدقاء سوى محمد والمستثنى منه هو الأصدقاء، أكلت الفاكهة إلا العنب المستثنى منه هو الفاكهة. الكلام التام المنفي هو ما ذكر فيه المستثنى منه مع وجود أداة نفي أو استفهام أو نهي، ما أثمرت الأشجار إلا البرتقال المستثنى منه الأشجار، وأداة النفي ما، لا تكرم أحدا سوى الكريم المستثنى منه أحدا، وأداة النهي لا، هل أعجبت بالطلاب بغير المتفوقين المستثنى منه الطلاب، وأداة الاستفهام هل. الكلام الناقص المنفي هو ما لم يذكر فيه المستثنى منه ويكون مسبوقا بأداة نفي أو نهي. الاستثناء بإلا وإعراب غير وسوى وما بعد إلا. 1- وجوب النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تاما مثبتا مثل حضر الطلاب إلا طالبا، وقطفت الأزهار إلا البنفسج، ومررت بزملائي إلا محمدا طالبا والبنفسج ومحمدا، مستثنى منصوب وعلامة النصب الفتحة، وصل المتسابقون غير واحد، أكلت الطعام سوى الأرز، سلمت على الضيوف غير زيد، غير وسوى اسم منصوب على الاستثناء، 1 والأرز وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة. جواز النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية من المستثنى منه، أي أن الاسم يجوز أن يكون مستثنى منصوبا أو بدلا من المستثنى منه، وذلك إذا كان الأسلوب تاما منفيا مثل ما غاب الطلاب إلا محمدا ومحمد، لم أكلت الطعام إلا الخبز، لم أمر بالأصدقاء إلا زيدا أو زيد، لم يعاقب الطلاب إلا المهملين أو المهملون، محمدا والخبز وزيدا والمهملين مستثنى منصوب، ومحمد والمهملون بدل مرفوع، والخبز بدل منصوب، وزيد بدل مجرور. ما تأخر الطلاب سوى محمد، لم أشاهد المسلسلات غير مسلسل، لن أعجب بأحد غيري الصادق،
سوى وغير اسم منصوب على الاستثناء أو بدل مرفوع أو منصوب أو مجرور، ويعرب حسب موقعه في الجملة، وذلك إذا كان الكلام ناقص منفي، مثل وما محمد إلا رسول، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا يستشار إلا الحكماء، لم يحضر من الطلاب إلا محمد، وليس محمد إلا بشرا، ولن يعجبني الطالب إلا مجتهدا، وليس في الجنة إلا النعيم، وليس عندي إلا محمد. إذا اجتمع نفي وأداة استثناء ومجرور بمن تحذف جميعا ونعرب حسب الموقع من الجملة. إذا اجتمع ليس واسم وإلا واسم يعرب الاسم الواقع بعد إلا خبر ليس منصوب، ليس المصري إلا صانعا للحضارة. وإذا اجتمع ليس زائد اسم زائد غير أو سوى زائد اسم أيضا تعرب غير وسوى خبر ليس منصوب، ليست سعاد سوى تلميذتي. وليس وإذا اجتمع ليس وشبه جملة وإلا واسم يعرب الاسم الواقع بعد إلا اسم ليس مرفوع، ليس لكم إلا الوفاء. وإذا اجتمع ليس وشبه جملة وغير أو سوى واسم تعرب غير وسوى اسم ليس مرفوع، ليس معي غير جني. رسول خبر مرفوع، ورحمة مفعول لأجله منصوب، والحكماء نائب فاعل مرفوع، محمد فاعل مرفوع، وبشرا خبر ليس منصوب، خبر ليس منصوب، والنعيم ومحمد اسم ليس مرفوع. ملحوظة: يجري على غير وسوى جميع أحكام المستثنى بإلا، ويعرب ما بعدها مضافا إليه، ما غاب سوى طالب، ولا يكرم غير الكريم، ولن نشيد بغير المجد، ولم أقل سوى الصدق، وما الحياة غير كفاح، وليس لك سوى الاحترام، وليس المتفوق غير مجتهد. وغالبا إذا كان المستثنى منه مجرورا بمن والجملة منفية فالمستثنى يعرب حسب موقعه في الجملة، مثل ما حضر من الوزراء إلا وزير، وزير فاعل، لم أشاهد من المباريات إلا مباراة، مباراة مفعول به. وهناك طريقة بسيطة لمعرفة هل الكلام تام منفي أم ناقص منفي، الطريقة هي حذف أداة الاستثناء وما بعدها، فإذا تم معنى الجملة في ذهنك فالكلام إذا تام منفي، أما إذا لم يتم فالكلام ناقص منفي، وما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة، مثل لم أشاهد شيئا من المسلسلات إلا مسلسلا، لم أشاهد شيئا من المسلسلات، تم معنى الكلام قبل أداة الاستثناء، إذا الكلام تام منفي ويعرب ما بعد إلا، مسلسلا مستثنى منصوب أو بدل منصوب، لم أشاهد من المسلسلات إلا مسلسلا، لا لم أشاهد من المسلسلات، لم يتم معنى الكلام فيعرب ما بعد إلا حسب الموقع، أي نحذف النفي أو الاستثناء أو الجار أو المجرور. فتصبح العبارة لم أشاهد مسلسلا، فنعرب مسلسلا مفعول به منصوب.